afin d'améliorer la qualité de vie de ces personnes et essayer d'accompagner les autistes et leurs familles pour leur permettre de prétendre à l'égalité des droits et des chances. Donc au Maroc, malheureusement, nous ne disposons pas de données épidémiologiques précises, mais si on se réfère aux données de l'OMS, qui stipule que 1% de la population mondiale serait atteinte d'autisme, le Maroc compterait entre 400 et 600 000 autistes. اليوم هنا في مستشفى عشرين رشد التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد كننظموا الدورة الثانية للاحتفال باليوم العالمي للمعاق. هاد السنة اختارينا أننا نهضروا على التوحد، لأنه واحد الإعاقة اللي ما معروفاش ليه بزاف واللي كان لازم أننا نهضروا عليها باش نحاولوا pour sensibiliser les différents intervenants à ce sujet. دونك كيف ما شفتوا نظمنا بعض الندوات واستقبلنا مجموعة من الجمعيات، منهم جمعية نتاع السمو البكم، جمعية الأمل للمعاقين، جمعية اس او اس اوتيزم. استقبلنا الوليدات ديالهم، درنا لهم عدة ورشات تربوية، وحضروا معنا كذلك عدد من الفنانة اللي تهما بغاو باش يحضروا معنا في هاد لا مانيفيستاسيون. اللي بغاو حتى هما اللي اكدوا انهم بغاو يحضروا معنا في بحال هاد المانيفيستاسيون. سعيد ديما ملي كانت الناس كيقوموا باستدعاء ليا باش نكون حاضر في هاد التظاهرة الجميلة بزاف. كنتمنى ان شاء الله ديما تكرر، لانه الفنان ولا الرياضي عنده دور كبير بالنسبة للمريض. كنتمنى الشفاء للجميع، وكنشكر هاد الناس اللي كيقوموا بهاد البادرة هادي. كنتمنى التوفيق، وكنتمنى ان شاء الله الفنانين كلهم ما يبخلوش على المرضى ديالهم. الجمهور ديالنا راه هذا الجيل ديالنا والجمهور ديالنا، وفيهم وليداتنا. بصراحه كنتالموا بزاف ملي كنشوفوهم، كيف في نفس الوقت كنفرحوا، كيحسوا بالفرحه ملي كيشوفونا. كنتمنى ان شاء الله كما سبق لي الذكر هذه التظاهرات تتكرر وتعمم ان شاء الله. انا كنشكر الجمعيات اللي كيسهروا على تنظيم مثل هذه التظاهرات هذه، يعني تحسيسيه بالامراض والاعاقات بجميع الانواع ديالها. كنتمنى يا ربي الشفاء العاجل لهاد الوليدات هادو، وكنتمناو ان شاء الله انهم يقضيو هاد الصبيحه تكون يعني صبيحه يعني مثمره، ويقضيو اوقات جميله في انتظار ان شاء الله نشوفوهم بخير وعلى خير في الصحه ديالهم يا ربي. وشكرا لكم مره اخرى على الدعوه الكريمه. كمان طلع حاج اليوم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.